هولندا او في عفوا في البرتغال. هذه كره داخل منطقه الجزاء، فرصه، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، مانش 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 مانش. وحقيقه وكاني لم اكمل كلامي، اقول التفوق البرتغالي يقوله التاريخ ولكن يقوله الحاضر الان. نعم، مانش يهرب من الدفاع الهولندي لسد الكره، وادوين فاندر سار يعجز عنها تماما. البرتغال تفتتح التسجيل. نعم، البرتغال بكره غير متوقعه. نعم نعم نعم، انكشف الدفاع الهولندي، ما شاء الله عليك يا مانش كيف هرب من الدفاع. 1-0 للبرتغال، 1-0 للبرتغال. لاحظوا هذه كريستيانو رونالدو له لمسه بالهدف، لعبها الى ديكو وصانع الالعاب ديكو، يا سلام اخذها وباوليتا، باوليتا على مانش، ومانش مرمى المدافع، مرمى الثاني وارسلها كره صعقيقه صعبه صعبه جدا، هي تمكن منها تماما. وادوين فاندر سار عميد لاعبي هولندا يفشل تماما بابعادها، رغم انه هو يمكن اطول حارس بالمونديال. 1-0 1-0. ولويس فيليب سكولاري، مشهد الفرحة هذا تكرر 7 مرات في مونديال 2002، تكرر 3 مرات في الدور الأول، وربما